Il y a plus de 5000 milliards de dinars qui circulent en dehors du secteur bancaire. On reproche toujours aux banques d'être inefficaces et de n'avoir pas été capables de collecter cette épargne. هذا ما صرح به محافظ بنك الجزائر بخصوص الأموال المتداولة خارج القطاع البنكي والمقدرة بأكثر من 5000 مليار دينار، نافيا تعلق ذلك بعدم فعالية البنوك وعدم قدرتها لاستقطاب هذه الأموال، وهو ما عقب عليه المختصون والذين أكدوا عكس ما روج له المحافظ، متهمين البنوك بتحمل مسؤولية تداول هذا الكم الهائل من الكتلة النقدية خارج قنواتهم المصرفية بنسبة 80%. باعتقادي الخاص أن 80% من مسؤولية عدم دخول الأموال التي تتداول خارج القطاع المصرفي إلى البنوك تتحملها البنوك والنظام المصرفي الجزائري. ويعدد ذات المختصين الأسباب الحقيقية لهذه القضية في عدة نقاط، على رأسها البيروقراطية المستفحلة داخل البنوك الجزائرية. هناك عبء إداري كبير، هناك يعني عراقيل إدارية يمكن تصورها. اليوم عندما تسمع أن بنك الجزائر يقول بأن على الذي يضع العملة الصعبة أكثر من 1000 أورو عليه أن يبرر ذلك، ألا تعتبر هذه عرقلة؟ ألا يشجع هؤلاء الذين يفضلون إيداع الأموال في الاكتناز على تركها خارج الإطار المصرفي؟ تجدر الإشارة إلى أن الأموال المتداولة خارج القطاع البنكي في الجزائر تمثل 50% من إجمالي القروض الممنوحة في الاقتصاد الوطني، وكذلك أزيد من 30% من الكتلة النقدية الإجمالية في البلاد.